ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل يا مولاي خليني بسم الله لا دونك عندنا هنا فيلا فيها 5000 متر في التيران فوالا تما كيدي الشارج وكاين واحد الجاردان هنايا كيدي للدار دونك فوالا بسم الله حنا غادي نشوفو هنايا كيدايه دونك هنا عندنا لونتخي برينسيبال اللي هادي دابا راه مسدودة ولكن كاين باب اخر من جهة اخرى غندخلو ليها هنايا كاينة هاد النافورة هنايا هاد الباب اللي كتشوفو هي الدخلة بلوتو لونتخي سوغتي للجهة اخرى ديال لا فيلا حنا غادي نوريكم بسم الله دونك فوالا حنا نرجعو باش ما نطولش عليكم فيديو بزاف حيت مازال خصني نصور شحال من حاجة سمحوا لي الا سمعتو هاد الصداع دونك كيف قلت لكم كاين هنا لونتخي برينسيبال غادي ندخل من جهة اخرى حيت دابا مسدود وهنا كاين بيسين دونك دو بريفيرونس ندوزو من هنا باش تشوفوا لا بيسين شوفو سويت نقا ولكن ساهل حلو دونك نتوما كتشوفو دونك جو بريفير انه نبداو بهذا الجاردان حيت كاين واحد جوج اخرى هنايا نتوما كتشوفوا بسم الله دونك نشوفو دابا الدار هنايا كاين بيونتري فين تيرس مكينة الصابون مكيناش طواليت فيها تقدرو ديروها بيونتري تقدرو تربطوها تاني طواليت سا ديبون إلا كان شي حد باغي يانفيستي ولا لا مي هاهي لانستالاسيون تاع لا ماشين ا لافي باين داكشي هنايا كاين طابلة مونجي هنايا كاينة كوزينة فيها غير تلاجة بوحدها هنايا لا بخوميييغ شومبر هادي راك تطلع على الجردة فيها الكليما مي با دبلاكار دونك با دبلاكار هنايا كاين الصالونات غنخليهم تالخر ونجيو نشوفوهم دونك هنايا كاينين ديزام شومبر صغيرة كاين فيها واحد بتي بلاكا وبيت صغير على قد الحال تقدر تكون بور لي زانفيتي تقدر تكون شي بيت صغير سا ديبون على الدور ديالكم هنايا لا بخوميييغ سال دو بان هنايا لا شومبر بارونتال هنايا لا كاتخيام شومبر دونك فوالا لا بخوميييغ سال دو بان كومونيكونت هي دوش فوالا لا تخوازيام شومبر افيك بلاكار
Voilà, la chambre parentale, les filles, la salle de bain privée. Ok, bien sûr, placard. Donc, une baignoire, salle de bain. Donc, la villa à plein pied, le four Kensta. Je pose ça dans la net. On va mettre comme tu poses ça. Je suis basé comme ça. Je suis basé comme une villa. Alors voilà, salon le wall. Parce que la salon va se voir. Il y a les peuples les quand tu vois comme goélette, les trucs comme l'entrée principale. On a y a qu'un autre. سمحوا لي الفيديو طويل شي شويه كنستح الفيلا خصها كلكو ترافو ولكن سامي غير كبيره بزاف 5000 متر صراحه انا بيطاب ما عرفتش مي كنقول غادي يكون فيها تقريبا واحد 200 متر حيت كبيره. دونك فوالا هنايا ها السطح هنا غيبان لينا اكثر كي داير الشكل ديال الفيلا. دونك فوالا انا دوك الكراج اللي هي فين دخلنا ها الباب الثاني وها الجردة الثانية نوريكم هنايا شوفوا بعد السطح طالعين هنايا ما غيبانش لينا حيت هاد الشجر مغطي علينا هادشي اللي كاين خصكم شي حاجة مرحبا بكم وفي كوم بليزير.